محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، صلى الله عليك مولاي وابن مولاي سيدي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله، يا سيدنا ومولانا يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أيا صفوة الهادي ويا محيي الهدايا ومحكم دين المصطفى وهو دارسه، ولما مضى الهادي أريت معاجزا بها يا أرغمت من شانئيك المعاطس، ولولاك لارتاب الأنام براهب تصوب إذا استسقى عليها الرواجس، وأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل، فهانت لدى الناس الأمور اللوابس، بنفسي من نالت به سر من رآها، فخارا له تعنو النجوم الكوانس، بنفسي من أبكى النبي مصابه وأظلم فيه دينه وهو شامس، بنفسي مكروبا انقضى بعد سمه، بكاه الموالي والعدو المشاكس، فلا كان يوم العسكري فإنه ليوم على الدين الحنيفي ناحس، حكى جده عمرا وسما وغربة، يعني العسكري كجده الإمام الجواد،
قضى عمره وهو شاب من حيث العمر ومسموم، وكذلك في غربة كحال جده أبي جعفر الجواد شباب الأئمة. حكى يا جده عمرا وسما وغربتين، ومارس من أعدائه ما يمارس عليه المعتمد كل يوم يشتد. يا ويلي يا ويلي ويظل يجور على ابو محمد، سقاه السم لما كبده تمرد، ولا راقب الباري ولا تندم. يا هالبيت المجد والجود والباس، شلها عليك يوم امن ديون هالناس، ولوكم آل مية وبن العباية واس، وحتى بالمهد شرهم عليه عم. يا صاحب الزمان يا ابو صالح يا ابو صالح، يلا شيل اللوى وقوم، تظل صابر على اخذ الثار لليوم. ياهل من هلك ما راح مظلوم، يوم مذبوح يوم مجتول بالسم. عجب كل العجب منك يا محجوب يا صاحب الزمان، عجب كل العجب منك يا محجوب، ما تنهض تجيم على هالحروب. نسيت اللي سبوها وقطعت دروب، عمتك زينب يا صاحب الزمان. نسيت اللي سبوها وقطعت دروب، يو ناس الضليع لما انتهشم. يا ريت يا ريت الليالي عليك يا ابن الحسن، يا ريت ومن الدمع دمع عينك، يا ريت حاضر كنت يوم الباب، يا ريت وتشوف اش صار بحوال الزكية، يا وتشوف اش صار بحوايا يا للزكية. يا صاحب الأمر على مراعي الثار ما ينهض، على ما ينشر لليتانون، على ما يا نسب متون عماته وويله، على ما يا بضرب سياط زجر وجو يا رميه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. من كلام لمولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام، خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله تعالى ونفع الإخوان. أجركم الله في مولانا الإمام الحادي عشر والد مولانا الإمام الحجة إمامنا
أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام عاش عمره في سامراء مع والده الإمام الهادي عليه السلام، ضغوط نفسية، عراك، محاصرة، مراقبة، تحصى عليه أنفاسه هو والده، وطول مدة إمامته بعد أبيه قرابة 6 أعوام كان يتحرك ولكن بتحفظ، لدرجة أنه كان يقول لشيعته: إذا رأيتموني فلا تسلموا علي، ولا يشر أحد منكم إلي بيده، ولا يومئ ببنانه، فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. الإمام يخاف عليهم، فإنهم إن عرفوا أنكم من شيعتي وأنكم أصحابي فسيكون أمركم إلى غير خير، عاقبتكم عاقبة سوء تكون مع هؤلاء، فإنا في بلد سوء ومصر سوء. هكذا إمامنا العسكري عليه السلام، غربة تحت مراقبة، هذا عمره الشريف هكذا قضاه، ولكن مع ذلك واجه التحديات وقام بدوره كإمام بقدر المستطاع. وله أحاديث وله روايات وصلت إلينا بحمد الله تعالى، رغم كل هذه المواجهات، رغم الجهود التي بذلت من أجل القضاء عليه، فإنه انتقل من سجن إلى سجن. ولما سجن؟ شنو جناية الإمام العسكري؟ ما الذي فعله ليسجن؟ السجون معروفة تكون للقتلة، للمغتصبين، للسراق، لأمثال هؤلاء، للمعتدين، للذين لا يأمن أحد شرهم. لما يسجن الإمام وهو خير أهل زمانه، وهو من أهل العلم والفضل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وكذا، لأنهم علموا أن الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن الذي سيهدد عروش الظلمة من صلبه مباشرة. على كل حال، رغم المحاولات من أجل اغتياله وسمه في عهود من سبق المعتمد كالمعتز العباسي والمهتدي، محاولات كثيرة ولكنها فشلت، وبالآخر دسوا إليه سما. بقي 8 أيام من أول شهر ربيع عام 260 من الهجرة إلى 8 من ربيع حتى قضى نحبه، فكان يعاني طيلة أسبوع أو 8 أيام من شر ومن جرعة هذا السم الذي دس إليه. وصلت أخبار، روايات، مواقف، قصص إلينا عن حياة هذا الإمام العظيم، الإمام أبي محمد الشاب، الإمام الحسن العسكري، الذي لم يتجاوز عمره 28 أو 29 عاما. من جملة أقواله التي وصلت إلينا ما سمعتم في البداية: خصلتان ليس فوقهما شيء. الناس يتحدثون عن التميز، اليوم تروح وتبحث في أي عالم، عالم المعنى، عالم الكمال، عالم المادة، قول شنو أكثر شيء متميز، أعلى الأشياء، أفضلها، بحيث يعيش الإنسان معها مرحلة يشعر بالانتعاش، بالابتهاج، بأنه يملك شيئاً، بأنه يصدر عن شيء ينفعه. الإمام العسكري عليه السلام يقول: خصلتان ليس فوقهما شيء، يعني لا تدور بعد فوقها، الإيمان بالله تعالى، هذا اللي يتعلق بالله، الثاني ونفع الإخوان اللي يتعلق بعباد الله. هذا القرآن الكريم يتكلم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة هذه متعلقة بالله، تصلي قربة إلى الله عز وجل. الزكاة تدفعها للمستحقين، للذين يستحقون أن تدفع إليهم كالفقراء والمساكين، واللي ذكرتهم الآية من سورة التوبة. بالنتيجة يقول الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يتفرع منه الأعمال الصالحة، الإيمان بالأنبياء، بالنبي صلى الله عليه وآله، بالأوصياء، بالأئمة 12 عليهم السلام، سائر الأمور. إذا ماكو إيمان بالله، هالأمور كلها اللي تعتقد فيها ماكو،
عدم تصير. الأساس الإيمان بالله، هذا واحد. اثنين، نفع الإخوان. الحين الإخوان، إخوانك إذا في مذهبك، إخوانك في دينك، يقول نفع الإخوان، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خير الناس أنفعهم للناس، اللي ينفع البشرية هذا أفضل البشر، أفضل الناس. نفعك على أهلك هذا مطلوب، خيرك يوصل إلى الأقربين بارك الله فيك، يوصل إلى المتضررين. اليوم واجد في متضررين بالعالم، في مؤمنين يعيشون حالة فقر، في يعيشون حالة جوع، ناس جوعة ماكو إيواء عندهم، مساكن ما في، مرضى دواء علاج ما عندهم، مهجرين ما عندهم مكان يؤون إليه، جوعة أكل ما عندهم يأكلون، ملابس ها عري ما عندهم ملابس، تقدم أنت شيء لهم. إش كثر مثلا في غزة وغيرها تشريد، كثرت حالة الأيتام والأرامل والأضرار وكذا. يقول خير الناس أنفعهم للناس، خصلتان ليس فوقهما شيء. الإيمان بالله تعالى هذا علاقتك مع الله عز وجل، ونفع الأخوان. لا تقول إن أنا والله بس العبادات وما لي شغل ببقية الأمور، لا، أو بالعكس أنا والله أهم شيء أشتغل للناس أخدمهم، شنو من ضرر واصل لهم أحاول أرفع أنا هذا الضرر، أخفف المعاناة عنهم. لا، العبادة لله عز وجل، ما يصير إنك تكتفي بوحدة عن الثانية، بقدر ما تتوجه إلى الله عز وجل تتوجه إلى عباد الله. أصلا الله عز وجل يقول لك توجه إلى هؤلاء، كن معهم، خفف عنهم المعاناة. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف، أنك تغيث المحتاج المضطر. إنزين، لو نلاحظ وندقق في روايات وتوجيهات تعليمات مولانا الإمام العسكري عليه السلام، هذا شباب الأمة، نشوف نفع ما شاء الله واصل العالم، رغم مثل ما قلت لكم في البداية الظروف ما كانت تساعده. أحيانا الواحد الظروف تساعده ويقدم، هذا مأجور ومشكور، وعرف يستغل الأرضية المناسبة، المناخ معاه مضده، الأمواج ويا ماشية مو قاعد يعاكسه، الحرية، حرية نشر الفكر، حرية التجول، حرية التحدث، الالتقاء، تكوين العلاقات، إيصال المنافع، دفع الأضرار. وأحيانا الظروف ضده ولكنه يعمل في كل أمر وفي كل مجال، في كل فرصة يعمل، يتحدى الصعاب، مطبات موجودة وعوائق في الطريق يتحداها يتخطاها. يوسف بن يعقوب اشتغل بالسجن، بالسجن اشتغل، مو بس برا خارج السجن، حتى بالسجن اهتدى على يديه خلق كثير. القرآن يذكر لنا حالة، اثنين راحة وصوبة وكذي، سألوا عن رؤية عن منام وكذا، من منام الملك همياله بالسجن وعبر وفسر وكذا، وعرفوه وكانوا يقولوا له إنا نراك من المحسنين، في السجن من المحسنين، خارج السجن من المحسنين، يعني كان معلما، كان موجها، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. كثير من المؤمنين في موسم محرم وغير محرم لما يسجنون بلا جرم بلا ذنب يقولون الحمد لله هدينا كثير من، أو الناس تتكلم عنهم، المساجين يتكلمون، أهل المساجين يقولون هذا ما شاء الله وجودهم بركة، علموا عيالنا بالسجن وكذا، هذبوهم وجهوهم، صلاتهم، توجيهاتهم، توجهاتهم، علاقاتهم الأسرية، العلاقة بالله، بالنفس، بالآخرين. فيوسف بن يعقوب حول السجن إلى مكان لنشر العلم والفضيلة. كذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهو في السجن وهو خارج السجن، الإمام العسكري عليه السلام اللي أنا شفته 4 مرات انسجن بعد والده الإمام الهادي. في بعض المحققين بس ما شفت تتمه يعني شواهد على كلام، قال سجن أبو محمد الحسن العسكري بعد أبيه في عصر وفي عهد الخلفاء، خلفاء الجور، 9 مرات. بالنتيجة
يعني دخل السجن وتعلم منه الناس يروحون يسألونه. كم واحد يروح يقول للسجان ماذا تريد؟ يقول أريد أن أزور المسجونين. يقول ترى أنا على أمرك، ترى أنا واحد منك وفيك، بس السلطة ما تدري عني أني أنا من موالي أهل البيت، وأني مؤمن بإمامة هذا المسجون الهادي، إمامة هذا المسجون العسكري. اذهب ولا تطول، اخذ منا العلوم والمعارف وطمن عليه وقل له شنو الأسئلة اللي تبيها وجاوك عليها واطلع. يعرفون المسألة يعني. فالغرض تحرك الإمام رغم أن الظروف كانت ضده، ما كانت معه، ما كانت مهيئة. ولذلك في عهده كثرت الوكالات، الناس بالتوكيل، صار وكيل هو اللي يحدث بالكتابات. كانت الكلام عنده صعب، يوصل له كتاب يجاوب على الكتاب كتابة مشفاهة، ضغوط كانت عليهم سلام الله عليهم. نقدر احنا نستخلص دروس متنوعة، خل اعطيكم بعض عبارات وكلمات الإمام سلام الله عليه في عناوين، في محاور وايد عند الروايات، بس خلي لكم إياها بهالعجالة بخمسة محاور أو خمسة عناوين. العنوان الأول أمور تتعلق بالله عز وجل، بالعبادة، بالدعاء، علاقته بالله عز وجل. من جملة كلماته: كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. كلمة عظيمة، شروح تكون هذه عندها، بس بشكل بسيط احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه من أعظم الكلمات. تبدأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، بقية السور بسم الله الرحمن الرحيم، تأكل بسم الله الرحمن الرحيم، تطلع من بيتك بسم الله الرحمن الرحيم، تبي تبدأ كلام تقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة مطلوبة، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، مقطوع البركة، ما في خير. انزين، الإمام العسكري عليه السلام هني بين شيئين بشكل عاجل. أول شيء قال تبون الاسم الأعظم؟ إيش كثر علماء ومحققين يتكلمون شنو حقيقة الاسم الأعظم؟ كلام فيه كلام، وأحيانا تشوف أكو تعارض بالكلام، وين الكلام الصح؟ هني الإمام العسكري عليه السلام يبسط لك إياها، يقول تبي الاسم الأعظم؟ هذا اللي إذا تدعو الله عز وجل يستجيب لك، أمورك تمشي بسم الله الرحمن الرحيم، قولها بسم الله الرحمن الرحيم، عند طعامك، عند شرابك، قبل نومك، عند يقظتك، عند الخروج من المنزل، عندما تريد أن تعمل أي عمل مهم هام تشوفه ابدأ بالبسملة، تشرب الماي بسم الله الرحمن الرحيم، تخلص السلام عليك أبا عبد الله لعن الله وقاتلك، خلها بحياتك هذه بسم الله الرحمن الرحيم. حتى كثير من الناس من يخاف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمع صوت بسم الله الرحمن الرحيم ايش صاير، حلو تعود نفسك عليه. يقول هذه أقرب شيء إلى الاسم الأعظم، اللي كتب طلعت شنو الاسم الأعظم وحقيقة الاسم الأعظم، يبون روايات وأقوال ونقولات و إلى آخره. الإمام العسكري مبسط لك إياه، يقول أقرب شيء إلى الاسم الأعظم، حقيقة الاسم الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو أقرب شيء. فهذه واحدة. الثانية شبه هذا الأمر اللي ما ندرك حقيقته كأمر يعتبر من المعقول بالمحسوس، يقول أقرب شيء إلى الاسم الأعظم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا شلون عندك أنت بياض العين والسواد؟ طبعا السواد لنا الأغلبية، ولا في ناس يعني عيونها عسلية، زرقة، خضرة، رمادية، زين، بس هني الأكثرية من باب التغليب. يقول شايف أنت السواد، سواد العين شلون لازق ببياض العين؟ ماكو أصلا بينهم شيء لزق. يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. هذاك أمر معنوي بسم الله الرحمن الرحيم والاسم الأعظم، وهذا أمر مادي ملحوظ تشوفه أنت اللي هو بياض العين وسواد العين. بيبين لك أهمية بسم الله الرحمن الرحيم، لا تترك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا واحد. اثنين، من جملة الأمور المتعلقة بالله العبادة، الدعاء، الصلة بالله،
يقول سلام الله عليه: من أنس بالله استوحش من الناس. خل أنسك بالله عز وجل، أنس بالله عز وجل، ناجي الله عز وجل، الله معك. الله يقول: وهو معكم أينما كنتم. وين ما تكون الله معك، البشر مو وياك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، الزوجة، العيال، مقربين، وهالمسميات اللي يسمونهم توأم الروح وتوأم الشعلة وعديل الروح والحب، مو وياك هذول دائما. يمكن يشعرون، بس الله وياك، الله دائما وياك، وياك. زين، دام إنه وياك أئنس به، اتلو القرآن، ناجه، استغفره، سله، ادعو، اطلب دائما وياك، تشعر بأنس. إذا وصلت إلى هذا المقام، الناس اللي على ذبتك، اللي نفس الروحية اللي عندك يأنسون بالله، تأنس منهم، تحب قعدتهم، تحب تسولف معاهم، تحب تشوفهم، تحب تلتقي، وإذا غابوا تستوحش، لأنهم هذين الإلهيين، زي الناس مع الله. أما أهل الدنيا اللي بعاد عن الذكر، عايشين بحالة غفلة، ما أخذتهم الدنيا وأموالهم والونسة والبهرجة وكذا، هذين راح تستوحش منهم، لأن هذين مو إلهيين، هذين الناس مو يم الله. فهني أمير المؤمنين اللي في دعاء كوميل اللي يقول: يا نور المستوحشين في الظلم. يا نور، يعني الله عز وجل، يا نور المستوحشين في الظلم. عقيل بن أبي طالب لما شاف أخوه الإمام علي سلام الله عليه صاير شبه وحيد، الناس تاركينه، رايحين إلى معاوية وغيره، تاركين هذا المعين الذي لا ينضب، الخير كله وصية النبي، خير الخلق بعد رسول الله، تاركينه ورايحين إلى غيره. راح لأخوه عقيل: والله يا أخوي يا علي، أنت تكسر خاطري، تكسر قلبي، قاعد أشوفك بعين المسكنة. يقول الإمام علي: ليش يا عقيل؟ صاير شكو. قال: لأني أرى الناس قد تركوك وذهبوا إلى غيرك. شنو قال للإمام علي سلام الله؟ اسمع إمامك أمير المؤمنين شنو الحياة اللي يعيشها. قال له: يا عقيل، والله لا تزيدني، أو لا يزيدني بعد الناس عني، ما يزيدني هذا الشيء، خلي يروحون، شنو بيزيدني؟ يزيدني فقر، ما استوحش من بعدهم. والله يا عقيل لا يزيدني بعد الناس وحشة ولا تجمعهم حولي عزة. لا تحط ببالك إذا الناس اجتمعوا حولي أنا راح أصير عزيز، وإذا فارقوني راح استوحش. أنا الله عز وجل اللي أستنير به، الله عز وجل الذي أرفع رأسي به، أنسي بالله عز وجل. وهذه من كلمات أمير المؤمنين: إلهي كفى بي عزة أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت لي كما أحب فاجعلني كما تحب. إنزين، ومن جملة كلمات الإمام العسكري عليه السلام المتعلقة بالله، يقول: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. تبي توصل قريب من الله تبارك وتعالى، هالقرب المعنوي أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، ها؟ هذه تبي توصل. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تبي تشعر بحالة القرب، صلاة الليل وايد تقربك من الله عز وجل. الناس نيام وأنت قائم أمام الله عز وجل، فارش السيادة، تصلي هل 11 ركعة أو 3 ركعات، ركعتين الشفع وركعة الوتر أو ركعة الوتر، وتناجيه خاصة في قنوت الوتر: العفو 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 العفو. دموعك تنزل وقلبك ينكسر، بعيد عن الرياء، ما حد يمك. قل هذا يوصلك إلى الله، طريق موصل إلى الله. الإمام العسكري يقول: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. الليل اللي كثير من الناس تغلونه،
بسهر بمقاهي ولعب وقمار وعفوا على هالكلام يعني ها، وانترنت وما ادري شنو كذا، وتاركين هالمناجات والاذكار والعلوم والمعارف وهالامور ها. يعني يقول هذا يوصلك الى الله عز وجل، استغلها حتى لو نص ساعه تاخذ من وقتك بالليل، ربع نام بس قبل الفجر بنص ساعه قوم زين وتوضا وصل لك هالركعات هذه وكذي يطلع عليك الفجر الله اكبر وانت في حال المناجات وحال الاستغفار والاستعداد. قول هذا يوصلك. بعد من جمله ادعيه الامام العسكري عليه السلام، وايد من الناس يقول وين ما اطقها عويه، وين ما اروح مو مترقعانه، البيبان كلها مقفله، الناس استعين فيهم كل واحد يلا نفسي يقول ما عندي وكذا الى اخره. اكو دعاء هني معطينا الامام العسكري سلام الله عليه، شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا مالك الرقاب، يا هازم الاحزاب، يا مفتح الابواب، يا مسبب الاسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. زين هذا العنوان الأول، ما أدري أنا شعرت بابتهاج والله جسمي حلقت أنا، ما أدري أنت ظاهرة مو وياي. الكلام الروحاني حلو جميل حتى لو الواحد على قده يعني مو ذاك، بس الكلام الروحاني يعيشك أجواء ثانية، أجواء ثانية، تشعر أنك مع الله عز وجل. إن شاء الله دائما تستمر معانا هالحالة هذه، الصحوة الروحية المعنوية العالية. العنوان الثاني فيما يتعلق بأحوال القلب، مر عليكم سمي القلب قلبا لكثرة تقلباته، يقلب مرة خايف مرة راجي، مرة قلب شجاع مرة يجبن ها، مرة مريد مرة شاكر مرة شاكي، مرة راهب مرة راغب، مرة ومرة إلى آخره. الإمام العسكري عليه السلام هنا يعطي نصيحة، يقول تبي تاخذ أنت موعظة شيء كذا، لازم تراعي أن القلب يكون مقبل، عندك استعداد، مو أنه مضغوط وكذا وما راح تسمع وكذا، هذا ما راح يفيدك. شو يقول؟ يقول إذا نشطت القلوب فأودعوها، يعني أودعوها بالمعارف والعلوم واشحنوها بالأدعية والعبادات والطاعات، تزودوا لأن هذا القلوب نشطة زين. وإذا نفرت فودعوها، أما لا إذا كانت مدبرة فهذا مو وقت الحين موعظة وكذا، لا خلها شوي تهدأ تهدأ. وأد أسلوبه لطيف هنا الإمام سلام الله عليه، إذا نشطت القلوب فأودعوها، مثل ما تودع فلوس شلون في البنوك كذي. وإذا نفرت فودعوها، إذا كانت نافرة مو مقبلة القلوب شوي اسكت عنها لما تهدأ، وبعدين أودعها بموعظة بتوجيه بتعليم وكذا. اثنين، هذه الرواية الحين بقول لك يا هذه هم منسوبة للإمام الهادي سلام الله عليه، قالها حق المتوكل، ومنسوبة للإمام العسكري قالها لأحد طواغيت الزمانة. شنو قال الإمام سلام الله عليه؟ قال لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، أنت مطين عيشة الواحد ياي تقول له ونسني ليش أخلاقك معاي ما أدري شلون قال، وأنت مكدر عيشته مأذي. فالإمام يقول لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، ياي تطلب منه صفو العيش، كلام حلو أسلوب حلو سلوك حلو معاك، أنت مأذيه معكن على عيشته. لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. أنت أسأت الظن بواحد، أنت دام أنك أسأت الظن فيه شلون قاعد تطلب منه النصيحة وتشوفه واحد خاين واحد كاذب واحد مخادع، شلون تعبير؟ روحي فداك يا شباب الأمة يا والد مولانا الإمام المهدي. لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. قاعدة بعدين عطى الإمام شنو قال؟ قال فإنما قلب غيرك لك كقلبك له، مثل ما قلبك للواحد قلب ذاك لك أنت. شلون معادلة؟ فإنما قلب غيرك لك كقلبك له. إنزين العنوان الثالث في التربية
والسلوك والآداب. وايد عند الإمام سلام الله عليه، بذكر بس ثلاث روايات، ثلاث توجيهات. الأول يقول: ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. رايح لك أنت مجلس عزاء، هذين المجتمعين حزنانين على فقيدهم أو فقيدتهم، شفت بالمجلس واحد ذكرت موقف، تناولت حديث كذا وقعد تضحكون، خب أنتوا جايين عند هذيل شنو يعني شماتة ولا؟ راعوا مشاعرهم، مو مكان اللي أنت تفرح وتضحك وترفع صوتك وتكركر وكذا. ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. واحد سمع خبر أذى، فلان عنده مريض، تجارته كسدت، ناس له ماتوا، وتقعد تضحك قدامه وتبين فرحك وسرورك، واسه بحزنه، كن معه في هذا الموقف حتى لو للحظات كم دقيقة، وبعدين اطلع توارى عنه، غيب عنه واضحك مثل ما تبي. ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. توجيه الثاني، خوش كلمة هذه، وهذه وايد نشوفها في أسر وفي بيوت، يمكن احنا هم عشناها مع أطفالنا وهم صغار. يقول: جرأة الولد على أبيه في صغره تدعوه إلى العقوق في كبره. إذا خليت ولدك، ابنك، بنتك وهم صغار يقلون الأدب، قول عمره سنتين ثلاثة، ما عطيت اللي يبي، يقعد يحذف عليك مثلا شغلة، يطقك، يشوت فيك وكذا، وانت ساكت تضحك، ليش تسوي كذي، وخر وشوف أخوك. إذا خليت على هالشيء بلفظ يتجرى عليك يتجاسر، وصارت عنده جرأة بفعل وما وجهته، هذا راح يطلع لك ولد عاق، ما يحترمك، يأذيك، ما راح تترجى منه بر أبدا. يمكن إذا كبرت بسهولة يقطك بدار العجزة ويقط أمه بدار العجزة، دام أنكم ما وجهتوه، ما عرفتوه شنو الصح وشنو الغلط، التصرف اللي كان يتصرفه مو صحيح، أعطيته عين حمراء من أجل أنه يرتدع، يدري أن هذا العمل غلط، هذا القول غلط، روحي فداك سيدي يا أبا محمد العسكري. جرأة الولد على الوالد في صغره تدعوه إلى العقوق في كبره. واليوم وايد فيه ناس يعيشون برا البيت زعلانين مع الأب والأم، يأخذ له شقة، تأخذ له شقة، شغلات عجيبة وغريبة قاعد نشوفها احنا، متزاعلين، غير السب والطق والجرأة والزعل وإلى آخره. طيب بعد من جملة الأمور، الإمام سلام الله عليه يقول: ما من بلية إلا ولله عز وجل فيها نعمة تحيط بها، خاصة المؤمنين. هذا المؤمن إذا ابتلي بمرض مثلا، بفقد حبيب عزيز، بفقر، بثقل دين، بأي شيء، هذه البلية الموجودة، الإمام سلام الله عليه يقول: ترى هذه البلية أكو فيها نعمة تحيط بها. النعمة هي الأساس، بس احنا مو قاعد نشوفها، صدق احنا قاعد نشوف البلاء، نظرنا إلى البلاء، البلاء وايد ضخم عظيم، فقر، مرض، جوع، إفلاس، دين، موت وكذي، بس قاعد نشوفها. بس يقول هو بالواقع لو تشوفها صح، هذه البلية محاطة بنعمة، بهالة من النعمة الإلهية محيطة بهذه البلية، اللي هي مثل شنو يعني؟ ألطاف الله معطيك يا، إذا صبرت راح تؤجر، بعدين تتعلم على مواجهة المواقف الصعبة هذه كلها. هذا قبل يومين أو أمس والله، واحد من الأخوة دز لي رسالة، قال لي: سيد ادعي لولدي، مجهولين طقوه وكذا وكذي. بعدين تواصلت معه، قلت له: يلا ما يخالف، الله يشفي ويعافي، وإن شاء الله يشوفون هذيل اللي طقوه وكذي هم يعني ينتصف لولدك وكذي. قال: سبحان الله، وهو ذكر هالحديث، قال: سبحان الله سيدنا، هذا الحديث أن ما من بلية إلا وفيها نعمة شفتها. الولد يعاني شيء بعينه، ضعف، لو ما كان هذا اللي صاير فيه ما كنا ندري، فحص على عينه الطبيب شاف ان عنده مشكلة، اذا ما تداركناها ما عالجناها مصيبة راح تصير، وغير انه صبر الحمد لله، وانا معلمه شلون الدفاع عن النفس وكذي. فسبحان الله، يعني احيانا انت تعيش امور عملية، يعني مو بس كلام تسمعه
وتستأنس فيه، لا تعيشه عملا بشكل واقعي. انزين، هذه ثلاثة الترتيب والسلوك. أربعة الفقهاء وأهمية الفقهاء، النيابة العامة، المراجع، العلماء، الفقهاء. الإمام العسكري عليه السلام يوجهنا إليهم وإلى ضرورة التمسك بهم والأخذ عنهم، خاصة اليوم اللي قاعد تشوف ايش كثر وتسمع حق شنو مراجع، انت بروحك دور تفقه وما ادري شنو، اقرا الايه، ايش عرفك انت اقرا الايه من اليوم لباكر واحفظ، شلون تقدر تستنبط الاحكام الشرعيه منها، من النصوص، من الايات، من الروايات. انت كتاب بالفيزياء والكيمياء ما تقدر تعرفه بروحك وتعرف شنو المقصود الا اذا علمك المدرس وكذا، تروح وتدخل في الطلبه. الحين ايش كثرهم انزين برامج متكرره كثيره، يدفعون فلوس وكل ساعه حق الابو والام، يلا دفعوا لنا لينك بنشترك بعلا وما ادري شنو، ما يفهمون. هالمره بعد شيء الله عز وجل، نص الهي، نص من النبي والعتره، تب تفهم بهالسهوله؟ ايش هالخربطه هذه والخرط انه والله انت روح حق براجع تسلم عقلك لهم. حلو الواحد يكون موزون، وش عرفك انت بالعلوم؟ الأبواب كلها من أول باب الاجتهاد والتقليد والطهارة إلى آخر باب الديات، وين تعرف تستنبط أنت الأحكام؟ المهم هني الإمام العسكري عليه السلام يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. لابد أن يقلد العوام هذا الفقيه. طيب فقيه يرجعون إليه في مسائل الدين مثل ما يرجعون في مسائلهم الأخرى، الطب إلى الطبيب، الهندسة إلى المهندس، النفسانية إلى النفساني، وهكذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النقطة الأخيرة الأمور المتعلقة بالولاية، بولاية آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. واحد اسمه حسن بن ظريف كتب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، كتب له: يا ابن رسول الله، ما معنى قول جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير لجدك علي أمير المؤمنين عليه السلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ طبعا لما نسأل هذا السؤال، هذا واعي الحسن بن ظريف، ويسأل الشخص الصح، ما سأل أي واحد. وبعدين يبين أن هذا الحديث مشهور ومتواتر ومعروف، مو مثل ما البعض يحاولون إخفاءه. النبي قال أمام عشرات الألوف هذا الحديث: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فالحين هو بيعرف، يقول شنو معناته يا ابن رسول الله، وش كثر كتب، وش كثر محاضرات تشرح لك. الإمام العسكري بسطر واحد جاوب على هالجواب، قال: تبي تعرف المعنى، اسمع. كتب للإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، أراده رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، يعني بهذا الكلام من كنت مولاه فعلي مولاه، أراد رسول الله بذلك أن يجعل عليا عليه السلام علما يعرف به حزب الله عند الفرقة. الناس إذا اختلفوا من الملاذ، علي أمير المؤمنين عليه السلام، صاروا لك شعب، مذاهب، تيارات، توجهات، اترك وروح إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا تسأل بعد، شلون تقول روح واقطع، التزم واقطع بعد، ما لك شغل. هذا اللي قال النبي هنا، هذا اللي يقصد النبي الإمام العسكري، قال: أراد رسول الله بذلك أن يجعل عليا عليه السلام علما. زين، علم شيء بارز واضح، شلون تقول أشهر من نار على علم، نار على جبل، علم يعني جبل والجبل بارز. يقول: أراد رسول الله بذلك أن يجعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة. إذا افترقوا الناس، راحوا الناس جماعة، راحوا إلى علي، هم حزب الله، هؤلاء هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. إنزين، بعد عند من الروايات هذا اللي شفتوه أنتم قبل أسبوعين تقريبا، هالزحمة، الجموع المليونية لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، من اللي حشد، من اللي قال وجه أكثر من إمام واحد، منهم الإمام العسكري عليه السلام.
اللي أكثر تجمع تشوفه في زيارة الحسين في 40 من صفر في كربلاء، من الأشخاص اللي جمعوا هالحشود وخلوا الناس تتوجه هو الإمام العسكري عليه السلام بقوله علامات المؤمن 5، واحدة منها زيارة 40. اللي عرفوا المقصود زيارة 40 يعني زيارة 40 الحسين عليه السلام في يوم 20 صفر. بعد من جملة الأمور المتعلقة بالولاية كثير ما تكلم الإمام العسكري عليه السلام عن ولده الإمام المهدي عليه السلام، ووجه الناس إليه. واحدة من أقواله قال: إن ابني هو القائم من بعدي، وفيه تجري سنن النبيين بالتعمير والغيبة حتى تقسو القلوب ويطول الأمد. وروايات وأحاديث كثيرة في ذلك. لما دسوا إلى الإمام العسكري عليه السلام السر أول يوم من شهر ربيع، لذلك البعض ذهب إلى أن الإمام العسكري عليه السلام وفاته في 1 ربيع الأول، بس بالتحقيق تبين أن هذا اشتباه، وهو دس السم في 1 ربيع وبين عليه الأثر، وظل بقي هذا السم مؤثرا فيه مقطعا أحشاءه حتى قضى عليه في هذه الليلة. البعض يقول 8 ربيع، والبعض يقول 8 ربيع، والبعض يقول 9 ربيع. المهم يقول فأثر عليه هذا السم وشعر بدنو الأجل الإمام العسكري عليه السلام. شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الغيبة ذاكر رواية شوي طويلة مختصرها، يقول أكو واحد غلام خادم للإمام الهادي، وبعدين صار للإمام العسكري بعد شهادة الهادي، وهو من أهل النوبة. أهل النوبة الروايات تمدحهم، تشوفون بعضهم هذيل مالوت الفاليت السيارات، صبابين القهوة، بعضهم هم عند الحريم يخلونهم يلبسون بخنق ويعطرون وكذي. المهم فيهم طيبة، يقول هذيل راح ينهضون جماعة منهم مع الإمام المهدي عليه السلام. المهم يقول هذا كان من أهل النوبة، اسمه عقيد الخادم، معروف بالخادم، عقيد الخادم. قال للإمام العسكري عليه السلام: اغلي لي ماء. كان قريب أن يقضي الإمام العسكري نحبه، يقول فغلى له ماء وأتى بالماء إلى الإمام العسكري عليه السلام. الإمام خلى هذا الماء يدفى شوي، يقول فتناول قدحا، خلى في هذا القدح في الجلاس ماء حار نوعا ما، بعد أن الماء المغلي يطرد الجراثيم وكذا، خلى شوي يصير شبه فاتر. يقول أراد أن يشرب، إيده قامت ترتجف الإمام روحي فداه، يقول فاصطكت بثناياه بأسنانه ما قدر، يقول فترك القدح. فقال لعقيد الخادم: ادخل هذا البيت، هذا البيت يعني هالغرفة أشار إليه، فستجد صبيا ساجدا وهو يوم بسبابته إلى السماء، فاستدعه. راح دخل الغرفة فشاف، والصبي قصده يعني الإمام المهدي عليه السلام، عمره 5 سنين، كان ساجدا. فناداه عقيد الخادم: إن أباك يدعوك. يقول فأوجز سجدته الإمام بسرعة. يقول بعدين راحت السيدة نرجس، دخلت الدار وأخذت بيد ولدها الإمام المهدي، ثم جعلته بين يدي والده الإمام العسكري عليه السلام. فقال له الإمام العسكري: ولدي اسقني ماء. يقول فأخذ الإمام المهدي بيده الشريفة القدح اللي كان صاب فيه الإمام العسكري الماء، وسقى والده الإمام العسكري، فشرب الإمام العسكري قليلا، ثم قال له: ائتني بماء لأتوضأ يا ولدي. يقول وياب لو خلى المنديل على حضن أو في حضن الإمام العسكري، وتوضأ الإمام العسكري عليه السلام، ثم أدنى ولده المهدي إليه وقال له: ولدي يا سيد أهل بيته، أنت صاحب الزمان وأنت المهدي وأنت الوصي من بعدي،
فإنك محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأوصاه بوصايا وقال له: أنت الذي بشر به جدك رسول الله، وبعدي سيطول الأمر وستغيب عن الناس، ويملأ الله بك الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأوصاه بوصايا، وكان رأس الإمام العسكري في حجر ولده الإمام المهدي، عرق جبين الإمام العسكري، سكن أنينه، وكان يردد الشهادة، وكان ممددا يديه ورجليه باتجاه القبلة. ودارت عينا مولانا الإمام العسكري إلى أن قضى نحبه في حجر ولده المهدي. ألا من مناد وإماما وسيدا وعسكريا، نادى إمامنا المهدي: وأبتايا وحسنايا. جمع من الشيعة كانوا حاضرين، كل يندب على إمامه، تراده بالمرض حال وتلاشه. ظل الحسن واقع على فراشه، والله ما بقيت عنده حشاشة، ضعفت ونتايا والقلب نصين. بعد ما ودع ابنه بقلب مجروح، تشهد والقلب وطلعت الروح، وإمامة وحسنة ومسمومة وغريبة في سامراء في دار غربة، غريب مسموم شاب بعيد عن الأهل والأحباب. بعد ما ودع ابنه بقلب مجروح، تشهد والقلب وطلعت الروح، ثار صياح أهل بيته وعلى النوح. أثاري ما تولي فرق البين، لما ذاع خبر وفاة إمامنا العسكري خرج الناس لتشيع الإمام، صارت سامراء ضجة واحدة، خرجوا لتشيعه. قام الإمام المهدي عليه السلام بغسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم أخرجت جنازة الإمام العسكري، وأخذوا يشيعون جنازته وصلوا عليه إلى أن واروا جثته بجوار أبيه الإمام الهادي في سامراء. اجت الناس تتراكض بدهشة، لقاوا دار العلوم شلون وحشية، بكاوا على الباب لما طلع نعشة، تلقوه بلطم يدمي الخدين، سارت بالنعش تبكي حواليه،
لما دفنوه ردوا للعزا عليه، بس حسين ما حد وصل له. لابد الشعراء يطلعون بالأخير يقرزون على الإمام الحسين، لأنه لا يومك يومك يا أبا عبد الله. بس حسين ما واحد وصل له، ثلاث أيام عارب غير تجفين. خرجت العقيلة زينب رأت أخاها أبا عبد الله جثة بلا رأس، نايم أخويا شلون هماي. سيدي يا صاحب الزمان، أهجرك الله في أبيك أبي محمد، أنت كنت حاضرا والناس حضروا، شيعتكم حضروا بل وأعداؤكم أيضا حضروا لتشييع أبيك أبي محمد العسكري، إلى أن ووري في قبره في سامراء. ولكن جدك أبو عبد الله يا حر الشمس غير رسومه، وعقب الذبح سلبه وهدومه. أنا يا ريت يومي قبل يومه، عادة الميت يحضروا لأهله، هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا جايب جفن وذاك يفصله، هذا حافر قبر وذاك ينزله. وويلاه آه يا عادل ما جراه بكربلة كربلة كربلة. ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملا، الدمى غسلة والكفن ذار الفلا. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد، بمولانا الإمام الحسن العسكري، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اشف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك عاجلا يا شافي يا معافي، اقض حوائجنا، استجب ادعيتنا، اجعل عاقبة امرنا الى خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاهل الايمان الاحياء منهم والاموات، تقبل منا هذا المجلس باحسن القبول، اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين. اللهم اجعلنا إذا خرجنا من هذا المجلس نخرج بحوائج مقضية وهموم مكفية وذنوب مغفورة. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب العالمين اهلك أعداءك أعداء الدين الصهاينة،
لكن عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين برحمة منك واسعة عاجلة يا أرحم الراحمين. تقبل عمل المؤسسين والحاضرين وجميع أهل الإيمان إلى موتاهم جميعا، وإلى روح المرحوم الوالد سيد حسن الزلزلة وذويه المرحومين. بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشكور بالفضل على هذه يا حنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام.